السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني وأخواتي الكرام، إزيكم؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة استكمالا لموضوعاتنا أسرار وفوائد الأعشاب الطبيعية والوصفات الطبيعية، النهاردة جيت لكم بنتيجة حلوة، نتيجة لحاجة جميلة اتكلمت عليها قبل كده، بس حاجتين مع بعض بقى. النهاردة هنشوف نتيجة أكل التمر بعسل النحل لو مرة واحدة يوميا صباحا، شوف هيحصل إيه معاك في الجسم إن شاء الله رب العالمين. وعن تجربة يا جماعة، في ناس مش بتجيب زي ما قلنا قبل كده، مش بتجيب التمر غير في رمضان. التمر ده المفروض يا جماعة الرسول عليه الصلاة والسلام قال في معنى الحديث: بيت لا تمر فيه جياع أهله، بيت لا تمر فيه جياع أهله. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بيوصينا إن التمر المفروض يكون موجود في كل بيت. ما عندكش فاكهة، ما عندكش حاجة، ممكن تاخد لك تمرتين ثلاثة تاكلهم، هي يعملوا يعني يشبعوك وكمان يأثرهم بالفايدة العظيمة على الجسم. فوجود التمر في كل بيت مهم جدا جدا، حتى لو تمرة واحدة يوميا تاخدها. كمان عسل النحل، انا اتكلمت قبل كده على التمر، وانتوا عارفين الفوائد بتاعته، الانيميا والكلام ده. هو عسل النحل بقى يا جماعه فيه شفاء للناس، علاج لكل الامراض، ربنا ذكره في القران، والرسول عليه الصلاه والسلام اوصى بيه، بيعالج المرض ونقيضه، بيعالج المرض ونقيض المرض، يعني بيعالج المرض ونقيض المرض. بس يفضل اللي انت ما تاخدش عسل النحل مركز زي ما هو، وزي ما هو جاي من المناحل او من الجبال او الكلام ده هو، يفضل اللي انت تخفف عسل النحل. الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام كان بيوصي بشربة عسل، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيوصي بشربة العسل دهيت، وشربة عسل طالما شربة عسل بيبقى مخفف بالماء. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيجيب حط العسل يحطه في إناء ويحط عليه المية ويغطيه لتاني يوم الصبح ويشربه على الريق، ليه فوائد عظيمة. جربوا الوصفة دهيت وانتم يعني هتدعونا بإذن المولى عز وجل. يبقى هو كان بيضع معلقة العسل في كوب من المية وبيتركها للصباح ثم يشربها صباحا، ممتازة جدا جدا. كمان العسل زي ما احنا عارفين علاج، أسرع علاج للحروق، يعني بعيد عن السامعين، لو في حد مثلا جات عليه مية مغلية، جه عليه شاي مغلي، حصل له حرق من حاجة معينة، جيب عسل النحل وحطه على، بعد ما تغسل بالمية، تغسل المكان بالمية، حط عسل النحل وهتشوف النتيجة المبهرة جدا جدا جدا. فيعني أتمنى من حضراتكم إن أنتم تكونوا استفدتم، يعني كلوا التمر يا جماعة، كلوا عسل النحل، تداوم بيهم الاتنين، حاجة جميلة وحاجة عظيمة جدا جدا جدا. يا ريت حضراتكم تكونوا استفدتم من الفيديو بتاع النهاردة، ويكون فيه إفادة للناس، شيروا الفيديوهات لأكتر عدد من الناس عشان يعني تخدم الجزاء الدال على خير كفاعله. وفي الآخر أقول لكم سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.